عندي طاجن سمك ليبي. المكونات بتاعت سمك فيليه وبقدونس، كرفس مفروم، بصل وتوم، وتوم مهروس تاني، وبطاطا حلقات او مكعبات، كمون، طماطم متقطعة، ملح وفلفل، فلفل حار، زعتر، زيت، صلصة، عصير ليمون، كسكسي، ومرق. بقطع البطاطس بتاعتي محملة البطاطا. ليه؟ لان دي انا عملتها ترنشات هتتكسر، حلقات زي هي ما قالت كده هتتكسر، ومش هيبقى لها اي معالم. الزبدة كده، بعد كده نسيبها تسيح ونحط دي على النار. عندي بصلايه عندي كرات وفلفل حار اهو. عايز اعمل حبة سمك زي الكتاب ما قال، الكتاب قال لي مش فاكر، حبة زعتر اهو. كرفس والكرات دوت يا جماعة في الاكل الشرقي قلتلكوا كذا مرة ملوش حل في طعمته.